من التحديات الاجتماعية والسياسية على كافة الصعد، إلى جانب الاعتداءات الجسيمة في ظل وجود النزاعات الفكرية والسلطوية والحروب التي أثرت عليها. رفقات، ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا اليوم مثال عم نحتذى فيه في جميع أنحاء العالم. يعني اليوم شرف كبير لأن وجودنا هون كمنظمات، وفي كمان كثير منظمات دولية عم تجي تاخذ من ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا وتنظيم المرأة في شمال وشرق سوريا. ولا كانت تحكي منخرطة من الأمن ولقيت المرأة على سوريا مقص بدي أقيم المرأة. حابين هاي فكرة الكلام، يعني في كثير الزمن الجاهلين يعني ما متعلمين حتى ما بيعرف، يعني هرمشات خالص إذا وصلنا لنا وسويناه. القمم شمال وشرق سوريا بالمؤسسات بتنظيمات، نحن قبل 2011 كانت المرأة تعمل في مجالات محدودة جدا، في مجال التعليم يقتصر دورها على مجال التعليم ومجال الصحة، ممرضة أو دكتورة، ومجال جدا ضيق بس بهالمجالين كانت متواجدة مرأة. نحن كنا بمنبج، بواقع منبج، كنا 4 نساء عاملات، 2 بالبلدية وأنا كمصرف زراعي، وحدة كانت بالبريد، وضلينا هيك لحد 2011. بينما هلأ المرأة وين وصلنا؟ المرأة صارت مشاركة بجميع المجالات، مشاركة حتى على المجال بالمجال السياسي، وهذا شيء بنرفع راسنا لأنه إنجاز عظيم للمرأة لما وصلت وأخذت دورها بصنع القرار. وصلت المرأة تخوض في جميع الأحزاب السياسية وإلى دور ودور بارز. وصلت المرأة للمجال العسكري، ورفيقاتنا اللي استشهدوا واللي بدمائهم نحن موجودين هون وعم نحتفل بهاي الاحتفالية، رفيقاتنا الشهيدات بالمجال العسكري الموجودات على الجبهات للآن، رفيقاتنا العسكريات الموجودات بكل الأماكن العسكرية وبصنع القرار العسكري والسياسي كمان. نحن اليوم المرأة المنبجية عم نحتفل بهاي الثورة، ثورة 8 آذار، ثورة المرأة. نحن خضنا كتير كتير، خضنا صعوبات، يكفي خضنا على مستوى العائلة تغيير الذهنية الذكورية لتقنعي العائلة أنه تنطلقي للعمل، تنزلي على العمل. نزلت المرأة على العمل من مستوى الكومين، من أصغر خلية وصلنا لمستوى الأحزاب السياسية بكل المجالات. طبعا ثورة 8 آذار هي بدأت، إذا عدنا بالتاريخ، بدأت كثورة احتجاج، بدأت كاحتجاج لكل الممارسات السلبية، الممارسات التعسفية بحق النساء من خلال أجور العمل، من خلال العمالة، من خلال عدم المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية. لكن فيما بعد أصبحت هذه الثورة هي ثورة احتفال. طبعا نحن اليوم كنساء في مناطق شمال شرق سوريا، تعتبر ثورة شمال وشرق سوريا هي كشعلة تكمل مسيرة ثورة 8 من آذار. يقع علينا كتنظيمات نسائية، كمؤسسات نسائية، يقع على عاتقنا الوصول إلى أكبر قدر من هذه النساء، ليس فقط ضمن مناطق شمال شرق سوريا، يقع على عاتقنا الوصول لنساء سوريا بشكل عام، خاصة في مناطق النظام، في مناطق الاحتلال ودرع الفرات. هناك انتهاكات بحق النساء، هناك تجاوزات بحق النساء، لم نستطيع الوصول هنا، نواقصنا تكمن، لم نستطيع الوصول لأكبر قدر من النساء خارج مناطق شمال شرق سوريا. مناطق شمال شرق سوريا النساء كتجربة النساء ضمن فكر الأمة الديمقراطية وضمن هذه الثورة وفكر القائد، وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع القول إلى الطموح أو إلى المرحلة الأخيرة، إلى ما يسعين النساء للوصول له، لكن بمقارنة مع النساء في مناطق النظام والمناطق الأخرى المحتلة في سوريا أصبحنا النساء رياديات، قياديات، مشاركات في صنع القرار.